تنضم إلينا الآن من عمان وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي. معالي الوزيرة، أهلا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. بداية، لو تحدثينا أكثر عن أبرز معالم خارطة الطريق لتزويد لبنان بالكهرباء مرورا بسوريا. صباح الخير، وصباح الخير لجميع المشاهدين. أبرز معالم خارطة الطريق اللي رسمناها بالأمس في الاجتماع الثلاثي الذي عقد ما بين الأردن وسوريا ولبنان، كانت الخطوات اللازمة لتأهيل شبكات الكهرباء ما بين الأردن وسوريا، كل البنية التحتية اللي صابها الدمار في الفترة الماضية يجب إعادة تأهيلها ومستلزمات إعادة التأهيل. ومن ثم الشيء الثاني المهم هي الاتفاقيات التي يجب أن تكون ما بين الأردن وسوريا ولبنان، اتفاقية عبور، وهناك اتفاقية شراء ما بين الأردن ولبنان. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزير اللبناني إلى موضوع التمويل من البنك الدولي. هذه أهم المحاور اللي بيشملها الخطة أو خارطة الطريق لإيصال الكهرباء إلى لبنان. معالي الوزيرة، ماذا بخصوص يعني الجدول الزمني؟ هل هناك جدول زمني لبدء تزويد لبنان بالكهرباء؟ بنهاية خارطة الطريق طبعا المفروض أنها توصل الكهرباء إلى لبنان. إحنا اليوم أكثر شيء ممكن يكون معطلنا هو إصلاح الشبكة الكهربائية في سوريا، والخراب اللي صايب هذه الشبكة هو ما بين الأردن وسوريا من الحدود الأردنية في الداخل السوري. طبعا الشبكة في الداخل الأردني ما فيها إشي، والشبكة في الداخل اللبناني ما فيها أي مشكلة، وحتى الربط السوري اللبناني أيضا لا داعي لإصلاحه لأنها الشبكة عاملة. ونتوقع كل الأمور اللي تحدثنا فيها في خارطة الطريق أن يتم الانتهاء منها في بداية العام القادم، وإن شاء الله أنه يكون هناك كهرباء من الأردن إلى لبنان في بداية العام القادم. ماذا في شأن تصريحات الجانب السوري التي كانت تتطرق وتقول بأن هناك حاجة لثلاثة أشهر لإصلاح خط نقل الكهرباء؟ هل الأردن ومصر ستكونان جاهزتان بذلك التوقيت معالي الوزيرة؟ لذلك لما سألتيني أنا عم بقول إنه في بداية 2022، لأنه من هون لبداية 2022 بنكون تخطينا فترة الثلاث أشهر اللازمة لإصلاح الشبكات، مش بس إصلاح الشبكات بصراحة، إنهاء الاتفاقيات، ومهم جدا التمويل اللي بتسعى لبنان اليوم جاهدة للحصول عليه من البنك الدولي. كل هذه الأمور مترابطة مع بعض لحتى نقدر نبلش بضخ الكهرباء باتجاه لبنان. طب معالي الوزيرة، ولكن لبنان يعاني من أزمة كهرباء عميقة جدا، هل سيكون نقل الكهرباء حلا جذريا أم مؤقتا؟ إحنا اليوم عم نتحدث بشغلتين بالتوازي. نحن عم نتحدث في نقل الغاز إلى محطة دير عمار، واللي هي حوالي 470 ميجاوات، وكذلك نتحدث بنقل الكهرباء اللي هي 270 ميجاوات. ولدينا القدرة كأردن إن نوصل كميات أكبر من الكهرباء، لكن ما يحدنا هو سعة الشبكة ما بين سوريا ولبنان. لذلك إحنا رح نستخدم كل السعة المتاحة، واللي رح تأهلنا أن نوصل 270 ميجاوات. لكن إذا لبنان بحاجة إلى المزيد من الكهرباء المصدرة من الأردن عبر سوريا، لابد من العمل على تعزيز البنية التحتية، يعني تعزيز شبكة الربط ما بين سوريا ولبنان من أجل زيادة كميات الكهرباء اللي ممكن إنها تتصدر. لكن هذا الحكي بياخد وقت ولن يحدث طبعا بثلاث أشهر. اللي بثلاث أشهر بنحكي فيه الشبكة الحالية، إعادة إصلاحها لتزويد لبنان بالكهرباء. هلأ هدول 270 ميجا أكيد رح يزيدوا من الساعات الكهرباء وصولها إلى المنازل وفي لبنان، لكن هل هذا يكفي؟ أكيد لا يكفي، وهناك المزيد من الإجراءات اللي لبنان اليوم
اليوم تسعى إليها لزيادة عدد الساعات اللي بتوصل فيها الكهرباء إلى اللبنانيين. طيب معالي الوزيرة، هناك أيضا أزمة اقتصادية في لبنان، كيف سيتم دفع تكاليف عملية نقل الكهرباء؟ لذلك احنا بنقول انه البنك الدولي اليوم بتشتغل لبنان مع البنك الدولي، وهناك جهد مميز وكبير كان خلال الاسابيع الماضيه من اجل الحصول على تمويل لسد احتياجاتها من الغاز ومن الكهرباء، وهذا ان شاء الله يعني بيتم قريبا، ولذلك ستكون لبنان قادره على دفع أي ما تحتاجه من الغاز والكهرباء بإذن الله. معالي الوزيرة، في سؤال آخر أيضا، يعني دعنا نتطرق ربما إلى الدعم الدولي والإقليمي، هل هناك أي دعم من هذا القبيل في ظل هناك يعني تخوف من العقوبات المفروضة على سوريا؟ طبعا احنا هناك العديد من الشركات اللي رح تشتغل سواء في نقل الغاز او في نقل الكهرباء، واي شركه رح تشتغل في هذا الموضوع لن تتخطى قانون قيصر، وهناك جهود وسعي ونحن نعمل لاستثناء هذه الشركات من قانون قيصر لنتمكن من أن نوصل الغاز والكهرباء، فهناك عمل دؤوب في هذا المجال وسنعمل على استثناء هذه الشركات. شكرا لك يا معالي الوزيرة. طبعا لهذه الترانزاكشن خصوصا اللي هي نقل الكهرباء والغاز إلى لبنان. شكرا لك يا معالي الوزيرة على المشاركة معنا. وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.